ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال القداس الإلهي في كنيسة الراعي الصالح بعمان، وذلك بمناسبة اختتام المخيم الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط بمشاركة المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن الأب إبراهيم نفاع، وحضور مسؤولة الفريق عايدة الصوص وعددا من القائدات الكشفيات من مختلف دول المنطقة. وقد دارت فعاليات المخيم الذي استمر 4 أيام حول التربية على السلام. أكيد إحنا السلام الحقيقي هو اتحادنا بالسيد المسيح، فهو رجاؤنا وبروحه نتجدد ومن خلاله نعيش المحبة ونكون شهود لها. فاليوم نطلب من ملك السلام أن يمنح الحركة الكشفية لا سيما المرشدات هذه النعمة الكبيرة لكي يعيشوا سلامهم الداخلي أولا، ومن ثم يعيشوا هذا السلام في عائلاتهم وفي مجتمعهم وفي بلادهم. بالتعاون مع الفريق الأوروبي فريق إقليم أوروبا عملنا مخيم لفريق الشرق الأوسط، وتعاوننا مع بعض حتى إن تحت شعار تعليم السلام والتربية على السلام، وعشنا 4 أيام مع بعض من دول متعددة. الحمد لله مرق الـ4 أيام بسلام واكتسبوا خبرات وشافوا أخذناهم على المواقع السياحية الدينية المغطس، جددنا المعمودية بالمغطس، أخذنا مواعيد المعمودية الجديدة جددناها، وكان كل اللقاء ورحنا على جبل نيبو وشفنا المواقع السياحية، وزرنا كمان خلال زيارتنا بيت اللقاء وشفنا كيف عم ببتوا المحبة والسلام لكل اللي حواليهم. كنت مشاركة بالمؤتمر الشرق الأوسط وأوروبا اللي صار بالأردن، كان المؤتمر من 23 ل 26، هلأ كانت كتير تجربة جديدة ومفيدة لي لأني هي أول مرة أنا بشارك من سوريا كأنا شخصيا من كشافي بهالمؤتمر. كان في عنا مثل سياحة دينية كتير عطتنا خبرة حلوة ومميزة، وخاصة نحن بسوريا هيك عم نفقد شوي السلام، فيمكن هذا الشيء دخل شوي السلام لقلبي، وكتير حابة إني أنشر هاي الخبرة أنا عشتها مع باقي الأشخاص الموجودين بحلب. بتمنى التوفيق وبتمنى أني أرجع أشارك مرة جديدة بالمؤتمرات اللي بتصير مع CECJ بالشرق الأوسط وأوروبا. صراحة كانت تجربة كتير حلوة، ولو بصح لي كل سنة أني أقدر أعيدها ما بحكي لا. أول إشي كان المخيم شعاره هو عن السلام وتعليم السلام. أول إشي بلشنا كيف بنقدر نكون يكون عندنا سلام داخلي، بعدين الله إنه محبة، بعدين يصير إنه كيف نعلم السلام لغيرنا وكيف نعطي السلام لغيرنا. بأشكر أبونا إبراهيم وقائد عايدة وقائد فيروز وقائد مجد ومن لبنان ومن حلب، كثير إحنا انبسطنا معهم، ويريد كان بقدر يكون معنا كمان بلدان. بحب أشكر أول إشي مخيمنا اللي إحنا طلعنا فيه قائدة عايدة مسؤولة المرشدات للشرق الأوسط، لحتى عطتنا هاي الخبرة وخلت صبايانا في الأردن يجربوا الإكسبيرينس تبع إنه يكونوا مع المرشدات من برا العالم من حوالينا من الشرق الأوسط يكتسبوا خبرات. كان الهدف منه إنه ننشر السلام داخليا عند القائدات وعند المرشدات، وينقلوا هدول المرشدات خبراتهم والأشياء اللي اكتسبوها بهذا المخيم لأفرادهم ولمرشداتهم بمجموعاتهم في الأردن. وكمان بحب أشكر القائدات اللي شاركونا من لبنان والقائدات اللي شاركونا من سوريا. كان المخيم كتير حلو، كان مثمر وكان متنوع، واغتنينا على نطاق الشخصي والدين والثقافة. وأجمل شيء لما رجعنا جددنا المعمودية بالأراضي المقدسة. نحن متشكرون كتير على هالمخيم وعلى التحضير، وإلنا الشرف نشارك بهذا المخيم.